هذا الموضوع الإعلامي اللي به محمود المصراتي. سيد محمود مساء الخير، أهلا بك معنا في حدث اليوم وعلى شاشة الحدث، بوقت أنه كلام المبعوث الأممي في بداية هذه المفاوضات أو هذه الجولة بتونس جاء إيجابيا، أو على الأقل يوحي بأنه هناك 3 أو 4 نقاط قد يتم الاتفاق عليها بسرعة، بدأت التعقيدات منذ اللحظة الأولى. من المعرقل وما هي الأسباب إلى الآن؟ المعرقل لازالت نفس الأطراف. الأسباب كثيرة، ربما وقوع السيد غسان سلامة في نفس الخطأ الذي وقع فيه المندوبين السابقين لبعثة المتحدة برلانديرو ليون ومارتن كوبلر. الحقيقة قبل أن نتحدث عن تعديلات هذا الاتفاق، يجب توصيف المشهد الحالي، لأن توصيف المشهد الحالي توصيفه بالشكل السليم والصحيح قد ينتج عدد من الأسئلة التي إن استطاع غسان سلامة والأمم المتحدة الإجابة عليها، يستطيع أيضا المجتمعين في قرطاج طلاسو هنا بجمارت بتونس أن ينجزوا شيء. الاتفاق البداية، اتفاق الصخرات، كان اتفاق معيب جدا، وأنتج بعض الكيانات والأجسام المشوهة كالمجلس الأعلى للدولة. مجلس الأعلى للدولة ليس هو مجلس النواب، هو مجلس آخر جاء نتيجة الاتفاق الصخرات، تم تكوينه بطريقة مخالفة للاتفاق، تم تكوينه بالمخالفة للقانون. ونجد السيد غسان سلامة يقدم لنا المجلس الأعلى للدولة الذي هو نتاج عن مخالفة لاتفاق الصخرات، نجده يقدمها كطرف أساسي في المباحثات الآن، وكطرف أساسي في تعديل بنود الاتفاق. كيف لهذا الجسم غير شرعي أن يستطيع أن يعدل الاتفاق ويصنع منه اتفاق شرعي؟ الخلل ليس في الليبيين على فكرة، الخلل ليس في الاتفاق، الخلل في الأمم المتحدة وآلياتها. الأمم المتحدة إلى غاية الآن عاجزة عن توصيف، لا تريد أن تعلم بشكل واضح وعلني أمام العالم أسباب المشكلة وشكلها، ولا تريد أيضا أن تصف الروشتة الحقيقية والصحيحة للأزمة الليبية. طيب السيد محمود، يعني إذا كان الخلل بالأمم المتحدة، كان في أطراف دولية حاولت منفردة أن تقوم بمبادرات، منها فرنسا، إيطاليا ودول كثيرة، وحتى هذا الموضوع لم ينجح بين الليبيين. إذا لم تكن المشكلة إذا كانت المشكلة فقط بالأمم المتحدة، لماذا لم تنجح الاتفاقات الأخرى؟ لأن الأمم المتحدة تلبي رغبة أطراف. الأمم المتحدة يحكمها أطراف دولية، الأمم المتحدة تحكمها دول إقليمية قوية متمركزة، وهي لا تريد المشهد الليبي أو الأزمة الليبية أن تنتهي، وهي أيضا لا تريد بأن يوجد حل واضح في ليبيا يتفق عليه كل الليبيين وينهي الأزمة الليبية. توصيف العالم والأمم المتحدة منذ البداية للأزمة الليبية على أن خلاف سياسي، هذا خطأ كبير. الإنجليز والأمريكان في 2014 طلبوا من اللاعبين السياسيين اللي تفوقوا في الانتخابات البرلمانية، قالوا لهم يجب إشراك الإخوان المسلمين، يجب إشراك الإسلام السياسي في السلطة التنفيذية، بينما هم لم يتحصلوا على أي شيء في 2014 في الانتخابات البرلمانية، فأطلقوا فجر ليبيا. إذن حتى المجتمع الدولي، الأمم المتحدة تحكمها هذه الأطراف الدولية التي لغاية الآن لا تريد أن تتفق على صيغة للحل الليبي، بينما نحن كليبيين على فكرة لدينا قناعة تكونت خلال هذه 5 سنوات، خاصة 4 سنوات الأخيرة، تكونت بأن لا حل في ليبيا إلا حل واحد فقط، وهو المفترض أن تسير فيه كل الأطراف التي يعنيها هذا الحل، وهو الحسم العسكري مع هؤلاء. هناك أطراف سياسية بالفعل، جماعة الإخوان المسلمين، الإسلام السياسي في ليبيا لا يريد أن ينجز حل سياسي إطلاقا، يريد أن ينفرد بالقرار. هو عبت علينا في 2014 باتفاق لجنة فبراير، الآن قفز على اتفاق الصخرات واستحوذ على المجلس الرئاسي برئاسته وبكل أعضائه، واصبح هو يقرر وينفرد ويستخدم المصرف الليبي المركزي في تجويع الليبيين. إذن هذا الطرف السياسي الذي أشعل الحرب في ليبيا من 2014 لغاية الآن، هو نفسه الآن يريد المجتمع الدولي إقامة مرة أخرى، بينما الحل الحقيقي والصريح والواضح لليبيا القضاء على جماعة الإخوان المسلمين ووضعهم في السجون وأن تنتهي أزمة ليبيا. هذا هو الحل البسيط لليبيا، حسم عسكري مع هذه الميليشيات الإسلامية
سواء سياسية أو عسكرية، وتقديمهم للسجون، ونستطيع أن نبني دولة بقانون جديد، وأن نبني وطن آمن ومستقر. غير ذلك كل عبث ما تقوم به الأمم المتحدة وما تقوم به كل الأطراف حقيقة. سيد محمود، طبعا هذه الآراء نقلت إلى المبعوث الأممي الجديد الذي يعني يبدأ مهمته منذ أيام قليلة. حتى الآن ما الجواب الذي يأتيكم على هذا المطلب من الأمم المتحدة ومن المبعوث الأممي شخصيا؟ السيد غسان سلامة، نحن تقدمنا له بمجموعة من الحقيقة مجموعة من المذكرات، وكانت المذكرة الأولى هي إبعاد بعض الأطراف داخل البعثة نفسها، فطبعا تم إبعاد معين شرين فقط والبقية ما زالت موجودة. لدينا الآن معيار آخر قدمناه وهو على قيد التوقيع، أعتقد سيقدم له الليلة بساعة متأخرة وغدا صباحا، وهو استبعاد كل من هو في المشهد السياسي السابق، وأيضا مزدوجي الجنسية يجب أن يتم استبعادهم من أي خلطة جديدة أو توصيفة سياسية جديدة قد تقدمها الأمم المتحدة مع المجتمعين الآن في قرطاج طلسو. وأيضا حتى أنا قبل لحظات فقط من نكون مع حضرتك على الهواء كنت في تواصل مع رئيس لجنة البرلمان للخصوم، وأعتقد هناك شبه اتفاق بأنه مزدوجي الجنسية سيتم استبعادهم من كل المناصب السيادية العليا في المرحلة المقبلة. الخلاف الوحيد الآن الموجود على فكرة مسألة